كما هو في علمكم أن آلية التبليغ عن جرائم الرشوة اللي تحدث بالموجب الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة على مستوى الرئاسة النيابة العامة جاء في خضم سعي رئاسة النيابة العامة إلى مواكبة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، واللي من ضمن معالمها وإرساء تدابير لتسهيل التبليغ عن جرائم الفساد. تبنت من خلالها رئاسة النيابة العامة خط مباشر للتبليغ عن جرائم الفساد، اللي على أساسه تأسس مركز على مستوى رئاسة النيابة العامة لتلقي تبليغات المواطنين عن جرائم الرشوة والفساد وإيصالها إلى سلطات إنفاذ القانون من أجل ضبط الحالات ديال الرشوة في حالة التلبس. الخط المباشر منذ انطلاق ديالو في 14 ماي 2018 إلى حدود تاريخ اليوم حقق نتائج إيجابية على عدة مستويات. المستوى الأول وأن المواطن تنمت في الذهنية ديالو فكرة التبليغ عن جرائم الفساد وما بقاش أمر مسكوت عنه، لأنه لمس مدى جدية هذه الآلية ومدى النتائج اللي كتحققها، ولكن استطعنا كذلك أن ننمو فيه فكرة أنه شريك أساسي وفعال في التصدي على جرائم الرشوة. لأنه إلا ما كانتش التبليغات ديال المواطن المخيرات ديالو في التبليغ عن هذه الجرائم، ما تمكنش شيء الآلية ديال الدولة مختلف تلويناتها وانتماءاتها على أنها تصدي لهذه الجرائم. بالتالي المواطن ولا كيتعامل معها بشكل يومي تلقائية وطوعية، وهذا ينم على أن المواطن وعاب مسؤوليته في التبليغ عن الفساد. وما يترجم هذا الوعي هو الإقبال الكبير اللي كنلمسوه على مستوى المكالمات اللي كيتلقاها المركز ديال التبليغ عن جرائم الفساد والرشوة. إذن مثلا شحال ديال المكالمات كتكون يوميا؟ اولا منذ انطلاق الخط الى تاريخ الى اخر يومه استقبل المركز حوالي 79,000 مكالمة. 79,000 مكالمة هي مكالمات في مواضيع مختلفة، منها ما هو يقع في اختصاص الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة، ومنها ما لا يدخل في اختصاص هذا الخط. فالمواطن الموظفين الموضوعين في المركز ديال استقبال المكالمات يقومون بتوجيه المعني بالأمر نحو الآلية المناسبة للمكالمة ديالو اللي بعد تحليل موضوع المكالمة. بالتالي إلى تاريخ اليوم كنستقبلوا حوالي 100 مكالمة يوميا، ما يعدل معدل ديال حوالي 100 مكالمة يوميا. قلت أنها مواضيع مختلفة، منها ما يتعلق باختصاص أصيل ديال الخط، ومنها ما يرجع لمصالح أخرى. كيقوم الموظفين بتوجيه المتصل نحو تلك المصالح. المكالمات تكون كلها جدية؟ المكالمات هي في عمومها يعني بواحد النسبة كبيرة كتكون في الصميم في الموضوع وجدية، ولكن كاين هو مكالمات كتكون إما من أجل يعني هذا لا يمس بمصداقية الخط، من أجل الاستفسار عن بعض المواضيع القضائية أو الاستفسار عن بعض الملفات القضائية، أو من أجل حب التعرف أو حب الاستطلاع حول كيفية اشتغال هذا الخط وضبط الحالات ديال الرشوة. تالي كيكون واحد الفضول من طرف المواطن، هو فضول في نفس الوقت مشروع، لأنه ربما يريد يتأكد من مدى خدمة هذا الخط وإسناد الخدمة. حنا كنتلقاو جميع المكالمات وكنتعاملوا معها وفق يعني المعطيات اللي كتوصلنا من المبلغ. بالنسبه للموظفين كتحسوا ان كاين العدد الكافي اللي ممكن يستقبل هذا، ولا كاين شويه ديال الضغط ديال حاليا؟ هنا في المركز ديال تلقي المكالمات تبليغ عن الرشوه والفساد حوالي 12 موظف يشتغلون في اوقات الاداريه وفق ثلاث فروق بالتنوع، ثلاث فروق هو عدد حاليا كافي. ولكن كنقولوا حنايا من اجل توسيع التجربه لما نتفكر في اليات اخرى من اجل توسيع اختصاص الخط وتمكينه من استجابه للطلبات ديال المواطنين في اوقات خارج الاداريه. وهذا ما عملت عليه رئاسه النيابه العامه في سنه 2021. خدات رئاسه النيابه العامه المبادره وجعلت هذا الخط يتلقى تبليغات المواطنين على مدار 24 ساعه، حيث انه وضعت واحد التطبيقيه معلوماتيه عبارة عن مجيب آلي كيتلقى الشكايات ديال المواطنين، وكيقوم المواطن في الأوقات أثناء أوقات العمل الإدارية بتفريغ ذلك التسجيلات ويتصلون بالمبلغين
وربطهم بالسيد القاضي المختص من اجل معالجه الشكايات ديالهم. ومكننا بهذه الاليه هذه باننا نستجبوا لحاله التبليغ عن الرشوه اللي كتكون خارج الاوقات الاداريه وربما المواطن كينجلها. وكانت نتائج طيبه جدا. نعم بالنسبه للمدن اللي كيجيكم اتصالات منها اكثر شنو ديال اللي كتحسوا بان كيتصلوا بالناس ديالها بزاف؟ هو اساسا كما كتعرفوا انه الحواضر الكبرى كيكون فيها نسبه كبيره كثافه سكانيه. وهذه الكثافه السكانيه ربما كيكون لها احتياجات ولا التفاعل ديالها مع الاداره العموميه والوجود ديال الادارات العموميه والمصالح الخاصه كتكون بشكل كبير في المدن الصغرى. طبيعي جدا ان يكون التشكي في هذه المدن يكون اكثر من المدن الصغرى، لانه الكثافه السكانيه المصالح كتكون اكثر طلب يعني تضاربا، وبالتالي كيوقع ربما افعال ديال الابتزاز وديال طلب الرشوه في هاد الحواضر اكبر من المدن الصغرى اللي ربما فيها واحد النوع من الاستقرار وواحد النوع من معرفه شخصيه بين المسؤول والمتلقي وطالب الخدمه. مازال الدار البيضاء تحت الصداره؟ الدار البيضاء شانها شان مجموعه من المدن، لان كتعرفوا بان في واحد الكثافه السكانيه كما قلت لك كبيره بزاف، فطبيعي ان يكون التبليغات كثير بحال المدن ديال اكادير الرباط يعني بصفه عامه ان جميع المدن الكبرى فيها هناك تشكيات كثيره من قبل المواطنين حول افعال ديال الابتزاز. بالنسبه للفئات اللي كتصل بالمركز كتحسوا كاينه مثلا الطبقه المتوسطه الفقيره شنو داك على المستويات؟ قبل ما نتكلم على الفئات اللي هو اساسي ويعني وجيد جدا هو انه من مختلف الشرائح الاجتماعيه، سواء منها الشرائح ذوي زعما التكوين العلمي محترم، او من الشرائح اللي هي معناتين تكوين علمي محدود وانها اميه كيتصلوا بالخط المباشر. وهذا شيء ايجابي ان المواطن من جميع انتماءاته وجميع يعني كفاءاته العلميه او انه امي كيتصل بالمواطن. هذا دليل على انه كاين هناك ثقه في هذا الخط هذا، ماشي غير واحد الشريحه من المواطنين اللي فهموا الفعاليه ديالو او الجدوى منه، وانما هناك انخراط يعني من جميع الفئات ديال المواطنين وجميع انتماءاتهم وجميع يعني قدراتهم الفكريه المدى فعاليه هذا الخط هذا. وهذا اللي كيجعلنا اننا حتى في التطبيقيه المعلوماتيه اللي وضعناها من اجل تلقي المكالمات ديال المواطنين وتبليغاتهم خارج الاوقات الاداريه اننا درناها باربعه ديال اللغات، سواء المواطنين اللي كيتكلموا باللغه العربيه، سواء المواطنين اللي عندهم اشكاليه في انهم يبلغوا باللغه العربيه كندروا بالمازيغيه تاريفيت، وكذلك بالفرنسيه، يعني كنتلقاو بجميع اللغات باش نتعاملوا جميع مع المواطنين بما يسهلوا تبليغهم عن افعال الرشوه والفساد. الاداره عندكم التناوي في اللغه؟ لان احنا في اطار كاداره مواطنه ارسينا دعائم ديال القانون ديال الامازيغيه، وبالتالي في الاستقبال ديال المكالمات عندنا موظفين اللي هما يعني يتقنون اللغه الامازيغيه يتقنون اللغه التاريفيت، وبالتالي يعني ما كيكونش عندنا اشكال في اننا نتلقاو المكالمات ديال المواطنين بل حتى الاجانب. المركز كيتلقى حتى مكالمات ديال الاجانب اللي كيكونوا ربما سياحنا او مقيمين في المغرب، وتلقاو يعني تمارس عليهم واحد النوع من الابتزاز وطلبت منهم رشوه، كنتجاوبوا معاه بكل تلقائيه وكنلقاو واحد 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 الارتياح لدى المبلغ، لانه كيلمس فعلا ان هناك جديه ليس شعار وانما هناك فعل وهناك رد فعل من خلال العمل اللي كيقوم به اليه الخط المباشر. الفئات العمريه هناك كما قلت لك انا من مختلف الشرائح، سواء الشابه او الشيخ يعني فئات يعني متقدمه في السن، او حتى بعض المرات كتلقى حتى يعني من ناحيه الجنس سواء المراه او الرجال. من وقت كانت شويه المراه كانت عندها اشكاليه انها توجد القضيه، انها ديما كتحس بان طرف ضعيف ما يقدرش يوصل صوته، بالعكس حنا دابا كنتلقاو شكايات ديال النساء كيبلغنا عن الرشوه بكل مواطنه، وهذا كيفرح شيء ايجابي جدا. اذا كما قلت لك جميع الفئات وجميع يعني من الانتماءات
كيبلغوا عن طريق هذا الخط. اذا قارنا هذا الرقم المباشر مع اليه التبليغ الكلاسيكيه اللي مازال شاده الصدى واش الثانيه هو دابا من ناحيه اليه التبليغ الكلاسيكيه لا محيد عنها لانها كتمكن المواطن بعد انه يدير واحد التتبع مباشر وتكون عنده يعني كيدي الوثائق ديالو ما 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 يتحوزه من ادله حول الافعال اللي وقع ضحيتها الى الجهات المكلفه بانفاذ القانون اللي خصها دير مساطر اداريه وتبع مساطر قضائيه معمول بها من اجل انصاف هذا المواطن او التحقق من ما يدعيه. هذه الاليه ديال الخط المباشر هي آلية مدعمة لأنه كتمكن المواطن في حالة الاستعجال أنه يوصل الصوت ديالو للأجهزة القضائية من أجل تدخل فوري بالضبط الحالة في حالة التلبس اللي ربما قد لا تسعفه الظروف من خلال الآلية الكلاسيكية على أنه يقوم بعملية التبليغ. ربما الفعل كيوقع عليه في واحد الظرف اللي كيكون وجيز باش ينتقل للمحكمه الابتدائيه ويوضع الشكايه خص واحد المسطره طويله وربما الوقت كيكون يسحموه انه فعل ديال الابتزاز كيكون بعض المرات اني والخدمه اللي كيطلبها المواطن كتكون خصها اني وخصها واحد لان ما كيسعفش الاليه الكلاسيكيه انها تستجب لتشكيل المواطن. هذه الاليه ديال الخط المباشر مكنت المواطن على انه وصل الصوت ديال الاجهزه القضائيه بواحد الفعاليه وواحد السرعه وحققت نتائج ايجابيه جدا. بالنسبه للعدد على المرتشين اللي تم المجتمع ديالهم؟ نعم، هو قبل الحديث عن النتائج على المستوى العددي نحدوا النتائج على مستوى الفعل. آلية الخط المباشر للتبليغ على الرشوه كناتك من احداث واحد الردع عام لانه يعني انها نشرت واحد الوعي لدى المواطن بان التبليغ عن الرشوه هو عملية مواطنية أولا وفعل أخلاقي كيساهم فيه القضاء على واحد الظاهرة اللي كتعيق التنمية وكتعيق وصول المواطن للحقوق دياله والانخراط ديال المواطن في هذه الآلية هو أكبر ربح حققناه. أما على المستوى العددي رغم أن إلى حدود تاريخ اليوم الخط استطاع إيقاف وضبط في حالة التلبس حوالي وبالضبط 229 شخص إن الدلالة ديال هذا الرقم هذا والأهمية ديالو كتبان من خلال الفئات اللي تم ضبطها في هذه الحالات ديال الرشوة أو الابتزاز وهي فئات اجتماعية من طبقات من مهنية من مستويات مختلفة. هناك مسؤولون، هناك موظفون عاديون، هناك أجهزة أمنية من الأجهزة الأمنية، من السلطات القضائية، من أجهزة إنفاذ القانون. بالتالي فالخط المباشر في التدخل ديالو في ضبط الحالات لا يميز بين موظف بسيط ومسؤول ثاني. فيما كتبلغنا المعلومة إلا نتعامل معها بنفس الجدية، نفس الإجراءات حتى نوصلوا للحقيقة. إما أن هذا كيتعلق الأمر فعلا بحالة ابتزاز وتبليغ عن الرشوة أو أنه مجرد تصفية حسابات. بالتالي هذا هو الهدف الأساسي، هو أن هذه الآلية تكون آلية ردع حقيقية وتحقيق واحد النوع من التجاوب ديال مع انتظارات المواطنين من هذه الآلية. العدد قلتي لي تم ضبطهم في حالة التلبس متابعتهم من طرف النيابة العامة. والمتابعة كما كتعرفوا وهي كتخضع شروط المحاكمة العادلة. حنا كنضبطوا الحالة في حالة التلبس، كنسطروا المتابعات طبقا للقانون، ولكن قضاء الحكم كيبقى له السلطة التقديرية والاقتناع الوجداني الصرف مدى توفر عناصر الجريمة في فعل المرتكب. نعم، هذا العدد شحال تكون في الحقيقة أنا ما عندناش واحد العدد يعني من الاحصائيات الحاليه اللي تعفروا على زعما بخصوص هذا الجنس، ولكن نقول لك بان العدد ديال النساء قليل جدا قليل مقارنه مع الرجال الذين تمت متابعتهم في حاله التلبس. طبيعه الحال انه هذا معطى ما كيبينش على ان المراه اقل ارتكابا للرشوه، انما كيبين على انه
ربما هناك نوع من التحفظ لدى النساء على الرجال. صح. على العموم هي الجريمه ديال الابتزاز وديال الرشوه جرائم اللي هي ما كتقتصرش على واحد الجنس دون اخر، وانما كتكون بعض المرات انه رد الفعل واحد الجريمه اكثر لدى واحد الجنس اكثر من واحد الجنس اخر. بالنسبه للمؤسسات والمصالح اللي فيها بزاف الرشوه كتبان لكم بناء على الشكايات، هو المصالح اللي كتكون فيها الحاجيات ديال المواطن اليوميه، بحال دابا طلب رخص لقيام مشروع او لقيام بناء او من اجل مثلا التطبيب، يعني المرتبطه بالمعيشه اليومي في الصحه في السكن، هادو ما اقدر هي القطاعات الاجتماعيه هي اللي كيخضع فيها المواطن بزاف الابتزاز. بالنسبه عارفين مثلا المصالح مقاطعات ولا هذه تكون فيهم بزاف الرشوه، لان واش الموظفين ولا المسؤول الاعلى؟ هو دابا بعد المصالح بصفه عامه، سواء المصالح يعني ديال الوزارات ديال الادارات المركزيه او مصالح الملحقه في يعني في الجهات والعمالات والاقاليم، سواء في قطاع ديال الصحه او قطاع ديال العدل او قطاع ديال الداخليه او قطاعات، قلت لك بان المواطن كيتعرض للابتزاز في ديك المصالح اليوميه ديالو، يعني اللي هي كنعرف تكثر ارتباطا بالمعيشه ديالو اليومي، في حالته في التطبيب في الشغل في طلب الرخص من اجل البناء، هادو اللي كيكونوا اكثر عرضه للشوه. ولكن لما كنتلقاو المكالمه حنا كنحاولوا اننا واخا كنضبطوا الشخص الاساسي اللي هو طلب الرشوه من المبلغ، كنعمقوا البحث من اجل الوصول الى يعني دابا امتداد هذه العمليه ديال الابتزاز، واش عندها شكل منظم من الرئيس المرؤوس ام انها محدوده في واحد المواطن، بما تسمح به اليات البحث والتحقيق في اي جريمه من الجرائم ومنها جرائم ديال الرشوه. بالتالي حنا نعمق الابحاث حين الوصول الى جميع المتورطين في هذه العمليه ديال طلب الرشوه. بالنسبه ذكر لنا شي حالات مثلا اللي بقات عالقه، حالات مثلا هي انسانيه، هي حالات شخصية كبيرة، هذا اللي أنا من بين الحالات الإنسانية شخصيا لازم هي تحز في القلب أن نوصل ليها، وأنه طلب رشوة من أشخاص اللي هما يعني ما عندهمش بطاقة ديال الدعم، يعني ديال الرميد، وكيضطر أن المرء الراشي كيطلب منه أنه مشي يسلف ذاك المبلغ باش يمكن له يقبض له رونديفو مع الطبيب ديال القطاع العام. فالمواطن الا كان عنده باش غيعطي رشوه ما غاديش يجي للقطاع العام، غادي كيضطر ان ذاك المواطن مسكين يعني نقل عنده ويطلب ذاك المبلغ باش يجي يعطي رشوه. فملي كتولي الرشوه تيتسلفها الانسان، هذا راه قمه ديال هنا ما مبقوش لا اخلاقيا ولا دينيا ولا قانونيا ان المواطن يوقع في هذا. هي الرشوه بصفه عامه مرفوضه، ولكن ملي كتوصل لهذا الحد هذا كنقول بان العقاب خصو يكون يوازي قمه خطوره هذا الفعل هذا. شنو اكبر رقم ديال الرشوه اللي ضبطتو؟ اقل حنا المبالغ اللي اذا تراوحت قد مده ديال الشغال ديال الخط المباشر للتبليغ عن جرائم الرشوه والفساد، المبالغ تراوحت مبالغ بسيطه جدا ما بين 200 درهم حتى المبالغ كتوصل 300,000 درهم، يعني من اجل صفقات عموميه او من اجل دونك بغض النظر على المبالغ كيبقى هو داك التجاوب ديالنا مع داك التبليغ ونيلنا ثقه المواطن باننا نشتغل بجديه من اجل وضع حد لهذه الظاهره. يعني المواطن بلغ على 200 درهم كيبلغ لانه هذا مواطن واعي بانه بغض النظر على قدرته على اعطاء داك المبلغ، انه الهدف ديالو هو ايقاف ذاك الجاني، وقف هذا الظاهره، القضاء على هذه الظاهره. هذا وعي، واخا يكون في امكانه انه يعطيها، ولكن هو يبلغ عنها بكل مواطنه لانه واعي بان هذا الفعل لديه اثار على مستوى الاقتصاد وعلى مستوى الاجتماعي، بالتالي يبلغ بكل مواطنه على واحد الفعل اللي هو خطير، وحنا كنتجاوبوا معاه وكنحيوا المواطنين اللي كينخرطوا معنا في هذه العمليه، لان كما قلنا لك هي عمليه تشاركيه ما بين الإدارة وما بين المواطن كفاعل أساسي في التبليغ. بدون خيرات المواطن فما يمكنش للإدارة أنها تضبط الحالات. شنو الصعوبات اللي ممكن تكون حالة الضبط ديال المرتشي؟ من بين المشاكل اللي كنلقاو في حالة الضبط المرتشي، وبعض المرات اللي المبلغ لما يبلغ عن
الفعل وقع له من طرف موظف عمومي او في القطاع الخاص، لان رشوه كاين حتى في القطاع الخاص، بعد من الاستماع اليه وتلقي زعما المعلومات الكافيه من طرف السيد وكيل الملك، يحبذ عدم الاستمرار في حالات لانهم رفض انه يستمر في الاجراءات من اجل ضبط المعني بالامر في حاله تلبس تلك عائق العمليه ديال الضبط ديالو، وكتبقى يعني التبليغ ديالو كيمشي مهب الريح رغم كان كنديروا ابحاث وكنديروا تحقيقات، ولكن بدون الانخراط ديالو المساهمه ديالو في الضبط ديال المعني بالامر كنبقاو في حاله عاجزه عن ضبط هذا المرتشل حسب الدعوه. هذه كتحتمل جوج ديال المسائل، اما انه فعلا هناك فعل ديال الارتشال وطلب رشوه، او ان المعني بالامر هذا فعل صادر منه مجرد من الانتقاد. اذا كيبقاو هادو حالات عالقه رغم ان كنسخروا جميع الامكانيات لا التقنيه ولا القضائيه من اجل يعني ضبط هذا الفعل، هذا كيبقى في مصب الريح انه عرفت المواطن انه يستمر معنا في العمليه. بالتالي هذا الشيء اللي هو خصو يزيد وعى به، وما حالات قلال، وانما كنتاسفوا لانهم فشلوا العملية بتراجع من المبلغ. ممكن تهضر لنا على الطريقة ملي تلقاو المكالمات تتوصلوا لنا؟ نعم الطريقة هو أن كما قلت لك هو مركز ديال تلقي مكالمات التبليغ عن الرشوة والفساد، الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة والفساد، كيشتغل في الأوقات الإدارية العامة ديالو عن طريق يعني موظفين موضوعين في مركز خاص يتلقون مكالمات ديال المواطنين يحيلونها بعد تلقي المعلومات الأولية من طرف المبلغ وتأكد بأنها تتعلق بتبليغ فعلي عن الرشوة أو الفساد. تندرج في موضوع خط الشغال الخط المباشر، يقومون بإحالتها على القاضي، يعني يبقى في اتصال مباشر مع المبلغ، يستجمع باقي المعطيات الخاصة بالفعل المبلغ عنه، ويحيل المواطن المبلغ على النيابة العامة ذات الاختصاص. هنا يحيله يتلقى وكيل الملك في هذه النيابة العامة، يستقبل المعني بالأمر شخصيا ويتلقى منهم المعلومات الدقيقة والتفصيلية حول الفعل المبلغ عنه، ويرتب الإجراءات القانونية من أجل ضبط المعني بالأمر في حالة التلبس. وحنا كنواكبوا النيابات العامة منذ إحالة المواطن عليها حتى الضبط ديال المعني بالأمر وإحالة الملف على هيئة المحكمة من أجل يعني تطبيق القانون في حق الأشخاص المضبوطين. ولقيتوا شي حالات مثلا ديال تتكون انتقام من الشخص الاخر؟ كاين حالات اللي كتكون فيها مثلا كيقول لك تصفيه حسابات شخصيه، او مجرد كتكون انه حبا في الانتقام من واحد الشخص، ولكن قلال لان المعني بالامر كيعرف، وحنا في اطار العمل ديالنا كنوعيو المبلغ على خطوره ان يكون الفعل ديالو هو مجرد وشايه كاذبه، انه القانون هنا يرتب جزاءات صارمه في حق الاشخاص الذين يبلغون عن جرائم يعلمون بعدم وقوعها. ولكن هي حالات قليله، على العموم ان المواطنين كنلمسوا جديه كبيره من المواطنين في التصدي غيره منهم على هذا الوطن، غيره منهم في تحقيق الردع العام، رغبه منهم في تحقيق الردع العام. نعم، نرجع للسؤال ديال شكون الفئه المصالح الاكثر تصديقا قطعت ولا، ولكن يمكن الضرر الامن سواء عنده شي نسبه كبيره. انا قلت لك الاستاذ بانه القطاعات اللي زعما هي القطاعات الاجتماعيه المرتبطه بالمعيش اليومي ديال المواطن، سواء المصالح الاداريه او المصالح ديال الصحه او المصالح ديال التعليم او المصالح ديال الامنيه كذلك، ولا القضائيه كذلك، لانه مشارب مختلفه. ولكن كنقول لك بانه الابتزاز كيوقع على المواطن في داك يعني الحاجيات ديالو اليوميه، الحاجه اللي كيطلبها بشكل مسترسل، يكون ربما داك الاحتكاك لانه الرغبه ديالو في انه يحصل عليها مريحه، كيوقعوا نتيجه خروقات بعض المواطنين اللي الموظفين اللي كيطلبوا رشوه من المبلغ، او ان داك ان مواطن كيعرض رشوه على الموظف عمومي من اجل قضاء حاجته، بالتالي كيتصل بينا وكنجاوبوا معاه وكنضبطوا الحالات اللي كتستقبل اللي ما كتعلق باختصاصها. توصلتوا بشي شكايات مثلا كتعلق بقضاة؟ بيان سور، لان عندنا قضاة كثير، يعني كانوا مسائلهم شان باقي فئات المهنيه كيخضعوا للقانون مسائلين امام القانون، وبالتالي لما كتعلق شكايه سواء قاضي سواء موظف بالمحكمه او من طرف او قائد او طبيب، يعني لا سواء بغض النظر عن انتماءات المعني بالامر،
المهنيه ومرتباته كانت ولاو يعني القيام بالاجراء القانوني من الضبط المعني من الامر في حاله التلبس. وحالات كثيره كتناولها الاعلام الوطني ديال القضاه وديال المسؤولين اداريين ومسؤولين على مستوى الجماعات ومسؤولين في الاجهزه الامنيه اللي هما ضبطوا في حاله التلبس بتلقي مبالغ. هذا هو اللي كيميز هذا الخط هو انه الجميع سواسية أمامه في تطبيق القانون بغض النظر عن انتماء المعني بالأمر. الحالات كثيرة يعني اللي كان مسؤولين من مستوى رافع تم ضبطهم في حالة التلبس. كنت جايت تقول شنو باقي عندنا مشكل ديال ضبط المرتشي؟ ما كاينش مشكل، وإنما قلت لك أنا هما المشكل ماشي مشكل، وإنما هو باقي بعض الحالات اللي المواطن لما كيحضر أمام السيد وكيل الملك ويتلقى معلومات هو ما كيواصلش العملية مع السيد وكيل الملك. هادي خصنا شوية المواطن يزيدوها. خاصو يقولوا لي بالله. بالله ربما هو كيقول كيخاف من انتقام الطرف الآخر، كيخاف هنا خصنا المواطن كذلك أنه يكون عنده يتحلى بواحد النوع من الشجاعة أنه يوصل يعني إلى أبعد الحدود في الانخراط في محاربة الظاهرة. حنا من جهتنا كنيابة عامة كنوضحوا له بأنه هو في محمي بمقتضى قانون ديال حمايه الشهود والمبلغين، يمكننا نتخذ مجموعه ديال التدابير من حمايه السلامه ديالو، ولكن كتبقى عاوتاني القدرات النفسيه وديال الاقتناع ديال اي شخص هو كيختلف من شخص لاخر، الضعف ديال الانسان، لانه هذه مساله كتبغي شي شويه ديال التكوين والقناعات اللي هي ثابته، كتبغي شي واحد النوع من التردد يعني في القيام بالتبليغ عن المواطن. هذا عمل خص الانسان ينخرط فيه بكل جديه لانه كيهم الوطن، وبالتالي خصو يمشي لابعد الحدود مادام ان القانون يحميه ومن اجله تم وضعت هذه الاليه.